انا من امبارح هون. صحيح الاجواء بارده وشيء، بس يعني اتخاذ هاي الخطوه دفى قلبي اكثر، يعني على الاقل استطعت اني انا ما ضلش ساكنه. اتجاه بالدرجة الأولى قضية الشهيد خضر عدنان، والعمل على تنفيذ وصيته بأن لا تشرح جثته وأن يسلم إلى أهله ويسجل بجانب والده. من حقه أن يدفن، من حق أهله أن يلقوا عليه نظرة الوداع.